عدم الاستقرار واللعب ببعض العناصر الناقصه، العناصر الموهوبه اللي ممكن تحقق الفارق مش موجوده، مفيش غير توتي، وتوتي لوحده مش هيعمل، ولذلك بتجد فيه تذبذب في اداء الفريق من مباراه الى اخرى. يعني عمل مباراه كبيره قدام بارما وفاز 4-1، وشفنا سجل فيها توتي ونوندا، حتى الاستقرار يعني نوندا لعب شويه وابتدى يجيب جول وبعد كده اتحجب، فما فيش استقرار عكس لاسيو. لاسيو شوف اللحمه الموجوده بين المدرب واللعيبه، لما جابوا جول بيجيبوا جول بيروح يعملوا ازاي معاه، دي لحمه كبيره. نمره اتنين قله الفريق ككل، ما فيش نجوم كبيره كتير، ولذلك بيسيطر عليه ديليو روسي، مسيطر على الفريق بشكل جيد. المشاكل اللي موجوده في روما مشاكل اذا اتحلت من خلال كاسانو، من خلال مونتيلا واستمراره في اللعب، من خلال توتي وبقيه المجموعه، اعتقد في امكانيات وفي لعيبه فرديه مع اللعب الجماعي تحقق الفارق وتخلي الاداء افضل.